أن يكون عربيا بين الأهلي والترجي التونسي. إذن على بركة الله سيكازيو غاني حكم اللقاء الزامبي يبدأ أحداث هذه المباراة، مباراة إعادة بعد النجم الكبير لعدم الإجهاد أكثر وأكثر، خاصة عارفين مصر كمان عندها مباراة مهمة في التصفيات انطلاقا من البداية. وأوفسايد، أوفسايد تسلل بديل بشجاعة بديل مباراة الأمس من خلال الظروف، ولكن الأهلي يتحدى الظروف ويقرب مشيئة الله لنتيجة إيجابية. أبو تريكة لوليد سليمان، وليد سليمان، وليد سليمان، عرضية، ولكن على طول دفاع الفريق القطن الكبير. لكن لما لعبوا 65 دقيقة بالأمس عرفوا بعض أكتر، قربوا من بعض أكتر، تصويبة من مسافات ولكن بعيدة إلى ضربة المرمى. كينجن بوندو رقم 17 كان من جديد ضغطين مسيطرين وتصويبة ولكن خارج القائم الأيمن. ربنا يستر، ربنا يستر، لأنهم رغبة عندهم استفاقة هجومية لم تحدث بالأمس ولم نرى بالأمس تم علاجها. لكن هل تتحمل أمطار ولو قليلة من جديد؟ وماذا لو، ماذا لو هطلت الأمطار من جديد ولو بالعرض شوية؟ ما تخسرش الكرة بسرعة، ما تخسرش الكرة بسرعة. يا سلام لوليد، لكن أطول من اللازم إلى ضربة المرمى. أنا كنت أتمنى يعمل معاه وصلة كويسة وينقذ الموقف. فاول طبعا ده مع سبق الإصرار والترصد، وقولوا لي إزاي دي ما يكونش فيها إنذار، إزاي دي ما يكونش فيها إنذار؟ بص بص اللي جاية دي، بص بص ده إنذار مع سبق الإصرار والترصد. لا أحمد فتحي اشتغل بالعرض، أحمد خد قرار إنه يشتغل بالعرض، طولت أكتر من اللازم وتروح سهلة إلى حارس المرمى شوية وينزل دومينيك ولا يفضل أحمد عبد الظاهر. هذه الكرة العالية فوق، بيلجأوا للكرات الطويلة العالية لأن هم أطول وأسرع، مش سايبين مساحات وراهم تخلي الفريق القطن الكاميروني يستثمرها. تاني خلفية مزدوجة لكن تصطدم على دارو تاني بشكل كويس. ناحية اليمين مانجامبا العرضية، برافو محمد، يقفلوا الكرات العرضية من البداية. أبو تريك من بين الأقدام والقدام، وكأنه عقاب من أبو تريكة، والأول مرة بيطلب أبو تريكة إنذار ولكنه بيبتسم ابتسامة جميلة. الحكم خد باله أن الابتسامة والدروس اللي ظهرت لأبو تريكة بالفعل ليها مفعول السحر. إذا لم تتصدق بفلوسك تصدق بدروسك. أبو تريكة، إذا لم تتصدق بفلوسك تصل. القطن النهاردة أحسن من امبارح بشكل عام، تحضير وتصويب. يا سلام يا سلام يا حسام عاشور، تاني تصويبة في المدرجات، برافو برافو برافو. برجله الشمال يعملها سريعة وضربة مرمى. وبعدين ناخد بالنا كويس، ناخد بالنا كويس، رغم منتخب مصر باستمرار. ادي الكرة العالية فوق، خلي بالك خلي بالك شور، اللعبة اللي زي دي إذا ما طلعتش عشان تلعب بدماغك على الأقل حط جسمك في طريق اللعيب اللي رايح. لو رغبته النهاردة واضحة جدا، ثقته في أداء لاعبين النهاردة أكتر جدا من امبارح، وده باين على وقفته. لعيبة الأهلي عاملين زحمة كويسة أوي. اللمسة الواحدة غيروا اتجاه اللعب تاني عند مانجامبا، أدي العالية تاني فوق. بقول لكم هم عرفوا الطريق، عرفوا طريق الخطورة وطريق الوصول. لقينا فاسو موسى برضه كرة سريعة، لكن الحمد لله ما أفوجه. عبد الله السعيد لازلت بقول ان دوره هو وبتريكا ووليد سليمان لازم يكون افضل من كده شويه. تاني الكره الاماميه، ادي سيد معوض، هيتعبوا سيد ولا ايه؟ تاني شريف اكرامي، خلي بالك يا شريف، الى ضربه المرمى، الى ضربه المرمى. سميت ارضيه مش راضيه تعلى، ليه في النهايه توصل لخط الوسط. هجوم مرتد، ادي السرعه وما فيش اوفسايد وحماس الجماهير الكبير. تاني العملاق يونجن بونجو، بونجو الأهداف اللقاء. بقول لكم العملاق الكاميروني مبونجو سريع قوي، خد هجمة مرتدة بفارق السرعة وبفارق القوة والمساحات اللي نجح انه يستغلها كويس، والحماس الجماهيري الكبير. يتقدم القطن الكاميروني بأول أهداف اللقاء، 1-0 للقطن الكاميروني. هم النهاردة أحسن كتير من امبارح، رغبتهم وحيويتهم وتواجدهم في الخط الامامي مع شريف عبد الفضيل. راوغ شريف عبد الفضيل بشكل كويس وفتح زاويه تصويب ممتازه، وفي مرمى شريف اكرامي. شريف هنا المفروض يطلع خطوتين، المفروض يطلع خطوتين، طلع خطوه، الثانيه من تحت ايديه في نفس زاويته. والهدف باقدام مبونجو، ده ثاني اهدافه في البطوله. وليد سليمان لازم العدد يزيد شويه جوه منطقه الجزاء. تاني على طول سيد معوض لازم يبص الاول. يا سلام يا سيد، تاني اوله، ضاعت الفرصه، ضاعت الفرصه. خبر جميل جدا جدا جدا. تاني الضغط يا شباب، ادي وليد سليمان، واحذروا الهجمات المرتده في ظل هذا الضغط وفي ظل هذه الرغبه. تاني من جديد،
راجع من الاوفسايد اعتقد. ادي سيد معوض الكره الجميله جدا 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 وضربه الراس وحارس المرمى على مرتين، ولكن القائم ينقذ عبد الله السعيد وشهاب. رجع فريق القطن الكاميروني في نص ملعبه تاني من جديد على وليد سليمان. يا ولد يا ولد يا ولد، مستمره تودي له بالفعل طموح ورغبه وثقه العوده من جديد للمباراه. قلت لحضراتكم فريق القطن الكاميروني سعيد لوليد سليمان، تاني وليد سليمان حط جسمه بشكل جميل، يرجع تاني لسيد معوض عايز يعمل بالعرض. اخلص يا سيد اخلص يا سيد، اي تعامل او قصير وعامل دفع من الخلف واضح جدا جدا. وفي النهايه كينج بوندو تاني من جديد تاني من جديد، وبعدين 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 شريف إكرامي. واضح أنه سعيد بعدم تواجد أفضل مدافع في أفريقيا خلال العشر سنوات الأخيرة. ضربة حرة هيلعب أبو تريكا وليد سليمان، أهم حاجة المتابعة من غير أوفسايد. أدى أبو تريكا ولكن سهلة. تاني على طول شهاب الدين أحمد، تمريرة عميقة المرة دي جميلة جميلة جميلة، رتم سريع. تاني من جديد تحضير ولكن عالية إلى ضربة المرمى. احنا رحنا احنا ضيعنا، احنا احسن احنا افضل، واللعيب محتاج من مدربه كلمة احرج انه دخل بقسوة على لعيب كبير مثلا. تاني من جديد ده طبعا كان اللاعب يوجودا كادا رقم 14 من السنغال. ادي الضربة الحرة عبد الله سعيد، خسارة خسارة. ديل كانت عنده اصابة زي ما قلت لحضراتكم لكن دخل المباراة. الموضوع منظومة متكاملة، فريق العمل الإداري والطبي ولعبة أمامية على طول إلى شريف إكرام. رغم أن المساحات بقت ضيقة لكن برضه هينفع وبرضه هيخترق، ودومينيك لو نزل هيلعب دور كبير جدا جدا مع النادي الأهلي. تاني من جديد يا ولود، عملوها عملوها عملوها، وبأقدام أبو تريكة سجلوها. يا سلام السقوط، أصل ليس كل سقوط نهاية، وسقوط المطر هو أجمل بداية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الأرض لا تنسى جباه الساجدين والليل لا ينسى أنين العاشقين. نعود تاني ونقول منتصرين منتصرين منتصرين. بقول لكم في إصرار في تحدي، أبو تريكة دائما رافع شعار ما في حد أدي باختراقة وانطلاقة يعيد للنادي الأهلي الاستفاقة. ليس كل سقوط نهاية، فسقوط الأمطار هو أجمل بداية، ومن هنا كانت البداية. ثم جاء النجم الكبير ليحتفل بهدفه الكبير. الأهلي يتقدم بهدف التعادل قبل نهاية أحداث الشوط الأول، وتصبح إن واحد 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 أفضل من صفر صفر كتير. سبحان الله، هدف القطن الكاميروني هو من دفع